السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متخيل ماتش كرة أو دوري يقلب حال بلد ويخلي الكل كبير وصغير قاعد مترقب النتيجة، ودعوات وسجدات وأمنيات وتكهنات وتوقعات تنتهي بفوز الزمالك بالدوري المصري، وانتهت المباراة وفاز أحدهم بالكأس والمال والهدايا، وأكل الفقراء الطعم وتناسوا مشاكلهم وأحزانهم، وتحولت ساحات المقاهي وساحات السوشيال ميديا إلى سباب وتراشق بالألفاظ بين جماهير الناديين الأهلي والزمالك. وشفنا كمية تراشق وسباب وتطاول وتنمر وقلش وكمكسات واتهامات، ولا كأننا في خمارة. المصيبة واللي بيوجع قلب الواحد اننا بنقول للناس خليكم متحضرين زي دول اوروبا، وكارثة والله، لاننا المفروض نقول للاوروبيين خليكم متحضرين زي المسلمين. المفروض ده الوضع الطبيعي، ان الامة الاسلامية هي اللي تعلم العالم كله الاخلاق والتحضر مش العكس. كسب الدوري والاهلي، كسب كأس افريقيا، انت مواطن كسبت ايه؟ وطبعا في البداية انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا عندي تعصب لاي فريق ولا ليا في التفاهات دي اصلا، وشايفها مضيعة للوقت وسياسة لإلهاء الناس وصناعة وهم لشغل الناس عما هو انفع، وهم سقط فيه الجميع، الفقير قبل الغني والكل اكل الطعم. هات بس انت شوية محللين وافتح لهم كم قناة يتكلموا بلسان الناس، والفريق ده يعظم في النادي ده، والتاني يهاجم ويشجب ويدافع عن النادي التاني، ووجه الناس بحرفية وعمق وعظم جواهم النادي الفلاني والنادي الفلاني، علشان هم كمان يتحولوا لمحللين على القهاوي والشوارع بل وفي الأماكن الوظيفية، وينفسوا عن نفسهم بكم شتيمة وكم رأي وكم تحليل. وطلع بقى كمان شوية شباب ولمعهم يكون لهم دور هم كمان علشان يجذبوا فئة الشباب، وعلي عندهم سنة الحماسة شوية. هم يعني الشباب كمان ما لهمش رأي، وكل وقت والتاني أي حدث يحصل في أي نادي أو موقف للاعب مع لاعب تاني اصنع منه أزمة وحوله المادة الناس تتناولها لمدة كم يوم، وكم هاشتاج هنا على كم لقاء هناك على كم تصريح على كم قرار وبس. حلو قوي كده. وطبعا القرار هيبقى في صالح فريق على حساب فريق تاني، والناس هتتكلم وتحلل، وفريق يحزن وفريق يفرح، واحنا مش عاوزين اكتر من كده. وهنا ما يسمى بابقاء العامة في حالة من الجهل والغباء، وده اللي احنا عاوزينه. ضخم وكبر وعظم عند الناس كل تافه وغير نافع ومالوش اي 30 لازمة. يعني عندك مثلا اخر 8 مباريات للزمالك رصد لهم مجلس الادارة 10,000 جنيه لكل مباراة لكل لاعب، يعني 80,000 جنيه لكل لاعب في اخر 8 مباريات فقط. وفي الاهلي بيحصل نفس الكلام واكتر من كده كمان، ده كله غير مرتبات اللاعبين الشهرية وغير سعره كمان قبل دخول النادي، وغير مكافآت الفوز والإجادة وغيره وغيره. وطبعا مكافأة الفوز ببطولة بيكون العائد أكتر، ولو بطولة إفريقية بيكون العائد أكتر وأكتر، ولو بطولة دولية عالمية بيكون العائد أكتر وأكتر وأكتر. وده كله كمان غير إعلانات اللاعبين في التلفزيون وظهورهم بالبرامج، كل ده بفلوس ليل ونهار. والسؤال بقى، انت غلبان يا مسكين، ايه اللي حصلت عليه من كل ده غير جبال من الذنوب والسيئات من سبك وشتمك للخصم من الجماهير الغلبانة اللي زيك هما كمان؟ حصلت انت على ايه غير تركك للفروض والصلاة واداء الواجبات؟ هل حصلت على حاجة غير الذنوب والمعاصي؟ طيب لو راجل، روح قدام اي نادي من النوادي سواء الاهلي او الزمالك وحاول بس تدخل من الباب، هتتسلم للشرطة فورا بعد طردك واهانتك من على باب النادي اللي انت ليل ونهار بتسبح بحمده وليل ونهار هايم وغرقان في حبه وعشقه ومتابعة اخباره، بل وممكن كمان تقوم تكسر الشاشة او تغضب مراتك او تضرب ابنك لو فريقك خسر وانت قاعد بتتفرج عليه، زي ما سمعنا قبل كده اللي كسر تلفزيون بيتهم واللي طلق مراته علشان هي بتشجع نادي وهو بيشجع النادي التاني، فلما خسر النادي بتاعه هي فرحت قام طلقها، واللي وصل به الامر انه بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ان في حياته حاجة اسمها النادي الاهلي، وبيقول الحمد لله على نعمة الاهلي، وكأن الاهلي عليه مدار الدنيا وينبني عليه الحب والبغض. تخيل ان واحد يحرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه الحمد لله على نعمة الاسلام
وكفى بها نعمة، ويقول الحمد لله على نعمة الأهلي، خسر البيع والله. كلامنا ده كله كمان على الناس العادية اللي بتتابع الأهلي والزمالك، غلابة يعني. لكن لو اتنقلنا للأندية العالمية فالكلام هنا هيختلف تماما. وإن كان الكلام اللي جاي أنا عارف إنه في الغالب مش هيعجب بعض مجانين كرة القدم، لكن أكيد هيعجب الناس العاقلة اللي بتشجع بعقل واتزان. وهسأل سؤال للي بينبهر بالأندية العالمية، ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول، ليه بتبغض وبتكره نادي مكابي تل أبيب وبتحب برشلونة؟ الكثير من المسلمين والعرب والمصريين بيشجعوا كرة القدم الأسبانية بجنون مفرط. ليس هذا فحسب، بل أصبح اللاعب الأسباني مثل أعلى للكثير من شباب المسلمين. والأدهى من كده كمان إن الكثير من فتيات المسلمين أصبح حلم حياتها وفتى أحلامها هو ميسي أو رونالدو أو ريكاردو كاكا أو كاسياس. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان تعرف أن أسبانيا كانت بلاد المسلمين لمدة 1000 سنة تقريبا، ثم طرد المسلمون منها شر طردة في أسوأ طريقة طرد وإبادة جماعية في التاريخ، وكان بقيادة قساوسة وباباوات الكنائس الغربية عامة. وبرغم المجازر اللي قامت بها أسبانيا في حق المسلمين، إلا إن الكثير منا بيعشق أسبانيا ونجوم أسبانيا، وربما نسي البعض منا هذا التاريخ، وربما لا يعلمه البعض، ولكل منهم مبرراته. والسؤال هنا، لماذا نهيم عشقا بنجوم أسبانيا برغم جرائمها في حقنا ومجازرها البشعة في حق المسلمين؟ ولماذا لا نحب إسرائيل ونجوم كرة القدم الصهاينة؟ أليست إسرائيل دولة مغتصبة ومارست كل أنواع الجرائم في حق المسلمين ومثل ما فعلت من قبل أسبانيا؟ هل لأن جرائم أسبانيا قديمة ومنذ زمن بعيد؟ إذا كان الرد بنعم، فبالتالي بعد 500 سنة أو بعد 200 سنة بس من تاريخ احتلال فلسطين سوف يكون من المقبول عند المسلمين تشجيع فريق هابوئيل حيفا ومكابي تل أبيب. طبعا سيكون حبك اليوم لنادي ريال مدريد هو حبك بعد سنوات لمكابي تل أبيب، وحبك اليوم لبرشلونة هو حبك بعد سنوات لنادي هابوئيل حيفا الصهيوني. وإذا كان حلمك النهاردة السفر لأسبانيا، سيكون حلمك بعد سنوات هو السفر لإسرائيل الأراضي المحتلة. إذن الجريمة الكبرى ليست فقط في ضياع الأندلس وفلسطين، بل الجريمة أن نشارك نحن في نسيان ثأر أجدادنا في الأندلس، كما سنشارك لاحقا في ضياع أرض فلسطين وهويتها. لابد أن تعلم حجم الجريمة التي تشارك فيها دون أن تدري حينا، وتشارك وأنت تدري أحيانا أخرى. فوقوا بالله عليكم من الوهم وتغييب الوعي اللي انتوا عايشينه ده. أصبحنا مسوخ نقاد بالعصا وعقول خاوية يتحكم فيها كل من شاء بما شاء. اتقوا الله في أنفسكم واجعلوا لحياتكم معنى وقيمة يوم نلقى الله رب العالمين. وأنصح نفسي وإياكم، لا تجعلوا سعادة قلوبكم تتعلق بحذاء لاعب كرة قدم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.